السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم يا تالتة ثانوي في حصة جديدة ودرس جديد ويونت جديد. ومعانا النهاردة يونت 2. يونت 2 بتتكلم على درس واحد جرامر، مش زي يونت 1. يونت 1 كان فيها التلاتة الماضي Past Simple و Past Continuous و Past Perfect. لو انت متفرجتش على الفيديو هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت الفيديو دوت، تخش وتفرج عليه وحل معانا على طول. يونت 2 بقى بتتكلم على درس واحد بس، اللي هو The Present Perfect Simple، المضارع التام البسيط. طيب احنا اولا هنشرح اليونت كجرامر، بعد كده هنشرح هنقرا الريدنج بتاعتها ونطلع منها كل الكلمات والافعال، وبعد كده نستارت الفوكاب ونقول اللانجوج نوتس بتاعت اليونت ونحل اسئله كتير جدا جدا على اليونت كامله ككلمات وكجرامر، بحيث باذن الله تخلص الفيديو دوت وتحل بس، ما تبقاش محتاج تاني اي حاجه. طيب تعالى نبدا ونسمي الله ونصلي على النبي. The present perfect simple. Present مضارع، وperfect تام. ايه مضارع تام؟ يعني مضارع خلصان. في حاجة اسمها مضارع خلصان؟ طلع فيه اللي هو المضارع التام. يعني ايه اصلا مضارع تام؟ مضارع تام ده احنا بنقول عليه كده حدث او زمن اللي ملوش زمن. زمن ملوش زمن، يعني ايه زمن ملوش زمن؟ في الباست سيمبل لما كنا بنشرحه كنا بنقول I played tennis yesterday، انا لعبت تنس امبارح. يعني حددت امتى الفعل حصل، امتى بالظبط؟ كان yesterday، lost، ago. في المضارع المستمر now، at the moment. طب هنا انا مش عارف الفعل حصل امتى، يعني انا تايه في زمن الفعل، بس اللي انا متاكد منه ان انا عملت الحاجه دي قبل كده. يعني مثلا تبقى معدي كده من قدام التلفزيون، انا شفت الفيلم ده قبل كده. امتى مش فاكر، بس اللي انت متاكد منه ان انت شفته. او تمشي كده وانت في الشارع، انا قابلتك قبل كده بس امتى وفين مش فاكر، بس اللي انا متاكد ان انا شفتك قبل كده. هو ده البريزنت بيرفكت سيمبل تنس. اللي هو تكوينه ايه اصلا؟ اللي هو تكوينه have و has، والتصريف الثالث، وطبعا قبله في subject الفاعل I will you they، وبعد كده الاوبجكت المفعول به. طيب الزمن ده ملوش كلمات دالة؟ لا ليه، تعال نقولهم. عندنا keywords بتاعت الزمن ده هي before في اخر الجملة معناها من قبل قبل كده، او just already yet ever never so far up till now lately recently this today how long. كل دي keywords بنستخدمها علشان نعبر عن ال present perfect simple tense. امال ايه زمن اللي ملوش زمن؟ ما انت لو بصيت وركزت معايا كده هوت هتلاحظ ان الكيوردز دي كلها ما بتحددش زمن. ده بتقول لك ان الفعل حصل قبل كده، ما عملتوش لسه، عمري ما عملته، لسه عامله. طب امتى بالظبط؟ انا تايه. طيب تعال نبدا نستعرض بقى استخدامات الزمن ده حاجه حاجه. اول حاجه الزمن ده بيعبر لي عن حدث بدأ وانتهى ولا أتذكر متى. يعني حاجة بدأت وخلصت بس أنا مش فاكر إمتى. زي إيه؟ أقول لك I have met this
girl before. انا شفت البنت دي قبل كده بس امتى؟ لا مش فاكر. يبقى ده present perfect. have met. طيب تاني استخدام معانا هو حدث بدأ وانتهى وترك أثر. يعني تبقى قاعد كده في امان الله وتخرج تلاقي الدنيا كلها غرقانة. أول كلمة هتقولها دي أكيد مطرت. طب أنت شفتها وهي بتمطر؟ لا. يعني ده حدث بدأ وخلص وأنت ما شفتوش بس شفت النتيجة بتاعته، شفت الأثر بتاعه. أقول لك مثلا all the streets are wet. يبقى it has rained. مطرت. تمام كده؟ طيب ثالث استخدام معانا هو الكلمة دي just already. حدث بدأ وانتهى منذ فترة قصيرة. زي ما كده بتقول لحد أنا لسه واكل. معنى كلمة أنا لسه واكل اللي هو أنا مش لسه قايم حالا من على الأكل، لا بس أنا لسه من شوية يعني مش عايز آكل تاني، اللي هي بنستخدم فيها just أو already. أقول لك مثلا I have just eaten dinner أو I have already eaten dinner أو برضو I have eaten dinner already. طيب رابع استخدام معانا هو استخدام لنفس الكلمة اللي احنا فيها اللي هي already، وده لما يبقى فيه سؤال بدهشة. يعني عايز نخلص مثلا الحصة ولاقي حد بعت لي مسج بيقول لي يا مستر انا حليت الواجب كله بعد ما الحصة نزلت بساعة. انا لما اجي اكلمه هسأله بس سؤال، انا مش بستفسر، انا سؤال مندهش بقول له هو انت فعلا عملت الواجب؟ اقولها له ازاي؟ هقول له have you finished your homework already. وهتلاقيه مكمل لك النوت بيقول لك it's very fast. ده سريع جدا. تمام؟ يبقى انا عندي اخر الجمله الاستفهاميه already. الله، طب ما انا حافظ ان اخر الجمله الاستفهاميه yet و already لما اكمل لك. طب لو ما كملتش يبقى yet، ان انا هنا بستفسر. طب تعالى ناخدها، اقول لك مثلا السؤال عن الانتهاء من شيء، انت بتستفسر والحاجة دي خلصت ولا لسه او عملتها ولا لا. اقول لك have you met the manager yet. يبقى اخر الجملة الاستفهامية اللي انا بستفسر بيها الحاجة حصلت ولا لا yet. طيب بستخدم يت تاني في النفي، نفي عدم عمل شيء، نفي عمل شيء، يعني نفي القيام بشيء. اقول لك مثلا I haven't studied unit 1 yet. يت اهي اخر جملة منفية، انا لسه ما ذاكرتش unit 1. طيب الاستخدام اللي بعده النفي المطلق اللي هي كلمة عمري ما عملت كذا. عايز تقول لحد انا عمري ما سافرت بره، هتقولها له I have never traveled abroad. انا عمري ما سافرت بره. طيب عندنا تاني كلمة ever
السؤال عن خبرات الحياة اللي هو بالبلدي كده عمرك عملت كذا، هتقول له ايه؟ هقول له Have you ever eaten sushi؟ عمرك كلت سوشي؟ طيب ever بستخدمها تاني مع صفات التفضيل او الاعداد الترتيبية اللي فيها st the، وبعد كده تلاقي الكلمة اللي بعدها فيها st او st بس. اقول لك مثلا this is the most expensive mobile I have ever bought، ده أغلى تليفون أشتريه، أو this is the first time I have ever flown، دي أول مرة في حياتي أطير. طيب ever تاني بستخدمها مع كلمة nothing، لما بتشوف nothing بنحط ever. أقول لك مثلا nothing bad has ever happened، ولا أي حاجة وحشة حصلت. يبقى احنا عندنا قلنا have و has والتصريف الثالث، have و has والتصريف الثالث، بستخدمهم أول استخدام حاجة بدأت وخلصت وأنا مش فاكر إمتى، اللي هي I have met this girl before، أنا قابلت البنت دي قبل كده. تاني حاجة حدث بدأ وانتهى وترك أثر، ساب لي أثر، أقول له all the streets are wet، يبقى it has rained، الدنيا مطرت. تالت استخدام حاجة بدأت وخلصت منذ فترة قصيرة، يعني حاجة لسه عاملها، يبقى بنحط just أو already، ومكانهم ما بين have و has وما بين التصريف الثالث، أو برمي already في آخر جملة مثبتة، آخر جملة مثبتة. طيب بعد كده بستخدم already تاني في آخر سؤال، بس مش أي سؤال، لازم يبقى فيه علامة للدهشة. أقول له مثلا it's very fast، have you finished your homework already، وانت فعلا خلصت الواجب بتاعك. طيب اللي بعد كده بنبقى سؤال عن الانتهاء من شأن، انت خلصته أصلا ولا لأ، أنا معرفش، have you met the manager yet، انت قابلت المدير ولا لسه، يعني كلمة ولا لسه ومكان يت آخر سؤال، أو آخر جملة بس مش أي جملة، منفية I haven't studied unit 1 yet، أنا لسه ما ذاكرتش unit 1. عندنا كمان استخدام اللي هو النفي المطلق، حاجة عمرك ما عملتها، هتقول له I have never traveled abroad، أنا عمري ما سافرت برا، أو بتسأله عن الخبرة عمرك عملت كذا، أقول له مثلا have you ever eaten sushi، أنت عمرك كلت سوشي. واستخدام ever تاني مع صفات التفضيل او مع اي حاجة في ST، the most او the first، دي اول مرة او دي اكتر عربية غالية انا ركبتها في حياتي، this is the most expensive car I have ever driven، مع كلمة nothing بنستخدم ever. طيب يبقى احنا كده قلنا before و just already و yet و ever و never، بقيت الكلمات بنستخدمها عادي جدا في الجملة، من لما بتشوفهم بتقوم حاطط have و has وتصريف الثالث، يعني أي keyword من الحاجات دي من لما بتشوفها بتحط الزمن ده have و has والتصريف الثالث. طيب عندنا شوية keywords تاني، أو عندنا two keywords مهمين جدا اللي هم for و since. طيب تعالوا كده نمسح ونبدأ نكمل.
طيب عاوزك تفرق لي ما بين كلمتين وتعرف لي الفرق ما بينهم كويس قوي 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 عشان دول مهمين جدا، اللي هما فور وسنس. طيب دي بيجي بعدها ايه ودي بيجي بعدها ايه؟ عندي في الاول فور. فور معناها ايه الاول؟ معناها لمدة. وسنس معناها منذ. طيب يقول لي فور يجي بعدها مدة محددة، مدة عارف قعدت قد ايه، يعني تلاقي عدد ومعدود 3 years 5 months 2 days عدد ومعدود عدد ومعدود عدد ومعدود. سنس لا، وقت بداية، وقت بداية fixed time. اقول لك مثلا 2 o'clock من الساعة 2 1990 مارش، حاجة محددة، حاجة عارف بدايتها، وده مفتاح الحل هنا. تسأل نفسك دايما عارف الفعل ده بدأ امتى؟ عرفته حط سنس، مش عارف بدأ امتى؟ اديله فور. طيب ايه تاني؟ فور يجي بعدها كلمة بدأ بآ أو آن أو ذا. For a year, for an hour, for the last year. يعني for a year, an hour, the last year. يعني the last وفترة. لكن هنا يقول لي لا last وفترة من غير the. طب تعالى كده بقى أقول لك على حاجة حلوة. The last ايه ده؟ The مع سنس؟ اه بس مش فترة، اسم. اقول لك مثلا since the last meeting، من ساعة الاجتماع الأخير. وأنت مش عارف حصل إمتى وبدأ إمتى؟ عارف، خلاص يبقى سنس. ما دام عارف البداية إمتى يبقى سنس، مش عارف وتايه فور. طيب إيه تاني؟ هنا for ages أو as long as. منين ما تلاقي كلمة من الاثنين دول حط for. طيب هنا لا since then، since when، ودول هنشرحهم. since childhood منذ الطفولة. طيب ايه تاني؟ فور ما تاخدش زمن، سينس بوست سيمبل، ودي عليها بيج ستار مهمه جدا. اقول لك مثلا I have worked as a teacher for وسنس تاني. فور مرة هتجيب لي بعدها اتفقنا المدة اللي هي مثلا 8 years لمدة 8 سنين. طيب سنس اقول لك مثلا 2014 من 2014. طيب سنس تاني اجيب لك زمن، طب ساعتها هجيبه ازاي؟ past simple. اقول لك مثلا since I was 19 من ساعة ما كان عندي 19 سنة، يبقى الزمن هنا جبت was past simple. طيب عندي ملحوظة بقى لذيذة اللي انا قلت لك هنقولها، اللي هي بتاعت since then و since when. since when تعرف كده الناحية التانية اخرها علامة استفهام، معناها منذ متى، من امتى. وسنس ذن معناها منذ ذلك الحين، من ساعتها. طيب دول يجي بعدهم ايه؟
مش انت قلت لي سنس الزمن اللي هيجي بعدهم باست سيمبل؟ اقول لك لا، ده سنس بس، سنس بس اللي يجي بعدها باست سيمبل. طب سنس ذن او سنس وين؟ تجيب لي بعدها بريزنت بيرفكت. بريزنت بيرفكت اقول لك مثلا سنس وين هاف يو started your college. من امتى بدات الكليه؟ تمام، يبقى جبنا بعدها have او has والتصريف الثالث. طيب تعرف لي بقى حاجتين مهمين تفرق لي ما بينهم. طيب دلوقتي معانا ثلاث حاجات لازم تفرق ما بينهم كويس قوي قوي قوي، اللي هما have او has. لما يجي بعدها been to ومكان، و have او has لما يجي بعدها gone to ومكان. واهم حاجه اللي بتلخبط have او has بين ان ومكان. طيب ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ يقول لي هاف او هاز بين تو مكان معناها راح وجه. طب جن جو يذهب، هو ذهب خلاص، يبقى راح ولسه ما جاش. طيب ايه بين ان دي؟ دي معناها راح واتحجز، وعادة المكان ده بيبقى يا إما هوسبيتال مستشفى، يا إما يبقى بريزون سجن. أقول لك مثلا علي has been to Alex before، معناها علي راح اسكندرية قبل كده. طيب عرفت منين إن هو جه؟ ما هو لو ما كانش جه تمام كنت اقول لك هيجي امتى. اقول لك مثلا هنا علي has gone to Alex، علي راح اسكندريه، and he will be back، هيرجع in two days، في خلال يومين. اه ما دام لسه هيرجع يبقى هو راح وما جاش، لكن هنا هو راح ورجع بين تو. طيب بين ان اقول لك مثلا علي has been in hospital since Friday، علي محجوز في المستشفى من يوم الجمعة اللي فاتت. وده كده نبقى خلصنا شرح درس الـ present perfect simple، وقلنا ده درس مهم جدا 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 لازم تعرفه وتميز قوي ما بينه وما بين الـ past simple. الاثنين الحدث حصل، والاثنين الحدث حصل في الماضي، بس الـ present perfect هي حاجة حصلت من غير تحديد زمن، بدون تحديد زمن. لكن الـ past simple لما شرحناه قلنا ده حدث تم في الماضي في وقت معين، أنا عارف إمتى بالظبط. أنا بقول لك yesterday last ago in the past، إن وتاريخ في الماضي بحدد لك بالظبط حصل إمتى. وتعرف لي برضو ما بين since وتاريخ وإن وتاريخ. لما يقول لك مثلا in 2010 اه لا كده اختار past simple، since 2010 لا اختار present perfect. تمام كده؟ هندخل دلوقتي على الجزء الخاص بالفوكاب، وبعد كده هننهي باخر حاجه اللي هي الاسئله على اليونت كامله. طيب دلوقتي عندنا الجزء الخاص باللانجوج نوتس. طبعا بالنسبه للكلمات فحضرتك لازم 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 باي شكل من الاشكال هتقعد تحفظهم، ده شغلك، ده مجهودك انت في البيت ومفيش حد يقدر يتدخل فيه، هو انت. طيب اللانجوج نوتس عندنا اول كلمتين فرق ما بين award و reward، الاثنين جائزة، بس الفكرة ان في reward بتبقى حاجة
ليها يعني بلا هدف، يعني حاجة كده بالحب، على عكس أورد. أورد بتبقى جائزة رسمية معترف بيها، ريورد غير رسمية، يعني حاجة كده بالحب. يقول لك مثلا he was awarded Nobel Prize for literature. الناحية التانية my father rewarded me for my success، كافئني على نجاحي. طيب aboard و abroad. aboard بتساوي كلمة on board، يعني على متن أو على ظهر سفينة أو طيارة أو قطر مواصلة. يعني he flied the flight attendant welcomed us aboard. abroad وخد بالك ترتيب الحروف معناها خارج البلاد. he decided to travel abroad to earn his living، لكي يكسب قوت حياته. طيب عندنا later وليتر، الاثنين نفس النطق، بس هنا بتي واحده وهنا بدبل تي. اللي بتي واحده معناها فيما بعد، اللي هي بعدين، يعني she loved him much later she discovered his lies، هي حبته جدا وفي الاخير او فيما بعد اكتشفت كذبه. طيب ليتر دبل تي لما بتيجي تتكلم عن كذا حاجه، تمام، وعايز تقول اخر نقطه الأخيرة بقى معناها later بدبل تي. أقول لك مثلا the later point is the most important، آخر نقطة هي أهم نقطة. طيب encourage و discourage، encourage يشجع و discourage يثبط، أو اللي هي عكس يشجع. بيجي بعدها يشجع مين؟ هنا to المصدر وهنا from، وحرف جر دايما بيجي بعده verb ing. I go teacher must encourage the students to take part in conversations، المدرس كويس ينبغي ان هو يشجع او يجب ان يشجع طلابه ليتشاركوا في المحادثات. طيب discourage his parents try to discourage him from being an actor، حاولوا ان هم يهبطوا كونه يصبح actor ممثل. aged و aging. aged عن عمر، equal of the age of my father أو my grandfather died aged 74، على عمر ال 74. طب aging الشيخوخة. women are always worried about aging، الستات دايما متجننين بحتة الشيخوخة دي. وصلنا لأهم جزء عندنا في الفيديو النهاردة، وهو الجزء الخاص بالأسئلة. طيب أول سؤال، مستر يوسف set up a نقط to help children in 1968. قلنا تبقى association، يعني منظمة أو مؤسسة. علي's grandfather was a doctor and later worked for the نقط of health، the ministry of health، وزارة الصحة. The teacher told us about the نقط of revising، the يبقى محتاجة كلمة importance مش important، important مهم، importance أهمية. The tourists went on a نقط tour of Egypt اسمها cultural tour، يعني جولة ثقافية. هنا بيقول لك visiting all ancient sites. طيب number 5، my history teacher نقط my decision، عايز أقول شجع قراري، يبقى influenced my decision. Mona's uncle is an expert on science and often not at university. بالضبط lectures معناها يحاضر. Shakespeare's play have been very influential، ملهمة. Many writers have used these stories. خد بالك انه الكومة او الفصلة ما بين الجملتين. The football team are playing with a lot of نقط. I think they are going to win. A lot of confidence. ثقة. Don't lose those forms. They are very آخر جملة يبقى important مهم. What is the نقط meaning؟ الاختلاف. بالضبط difference. الاختلاف. طيب different مختلف. differentiate يفرق. You need a lot of نقط to be good at chess. انت محتاج ايه علشان تبقى كويس في الشطرنج؟ intelligence ذكاء. A weak old woman, a weak old moon is in the shape of القمر لما يبقى لسه في اول اسبوع بيبقى semi circle شبه دايرة، اللي هو هلال يعني.
To nod someone means to make someone stop giving their opinions. يوقفوا ان هم يقولوا رأيهم. تمام. Silence. يسكت. To nod means to make people obey rules. ان هم يطيعوا قوانين. Discipline. انضباط او الزام. To nod means to let child do whatever they want. خلي العيال تعمل اللي هي عايزاه. With the result that they behave badly. نتيجة لذلك بيتصرفوا بطريقة مش كويسة. ليه؟ spoil معناها يدلل أو يفسد يدلع يعني. Notice a behavior that's typical of a kind or concerned father. حاجة ليها علاقة بالأبوة اللي هي fatherly يعني التعامل بشكل أبوي أو ودود. خد بالك الفرق هنا fatherly. Father جاي من ريش. Notice one of several levels of different material. ليفلز ومن شيء معين يبقى layer طبقة. Someone who is sensible and can be trusted. Sensible يعني عاقل أو واعي أو حكيم. يبقى هو responsible مسؤول. Another person is someone who is quiet and often laughs. هادي ومش بيضحك كتير اللي هو اسمه serious جاد. Another person is someone who makes sure that people always obey rule and doesn't let people behave badly. يبقى strict معناها صارم أو حازم. I ran for 10 kilometers yesterday and now my legs ache. يعني تؤلم. Pain معناها ألم. Phone me after school and we can have a not about the weekend. يبقى chat. Chat يعني محادثة. خد بالك من cheat يعني يغش مش بتاعتنا. Let's play a game in the not between lessons. بين الدروس في بيبقى break فسحة أو استراحة. The tourist is sad by the pool and not the sun. ووجهه الشمس faced يواجه. The teacher not to know why the students were all late. يبقى هو الطلب إنه يعرف demanded. We not to go to Greece for the holidays next year. We plan مخطط. All teachers work for the Ministry of. كل المدرسين شغالين في وزارة Education تعليم. Mr. محروس has the not to be a good teacher. Has the qualities يعني صفات أو الإمكانيات. A good teacher should be able to nod the students to discipline. هو يهذب الطلاب. You should give yourself not and plan how to achieve them. وتخطط ازاي تحققهم. يبقى هم ايه goals الاهداف. A good teacher mustn't not his students. ده من الريدنج خد بالك. Mustn't silence his students. Students must be encouraged. My head teacher wishes me good luck not my first lesson with. Good luck with something. A teacher is like the knot of the earth, the layers. Good students always show knot to their teachers, show respect, يظهر الاحترام. Students should always be knot to communicate in class, should be encouraged, يتشجعوا ان هم يتشاركوا في الفصل. A good teacher should knot a plan, make a plan. A good pay makes a job worthwhile. كلمة مهمة جدا اللي هي جدير بالشيء يعني جدير تستاهل يعني. Yesterday I ate bad food and I had a severe stomach ache. يعني ألم في المعدة شديد. I always not with my friends on the internet. I always chat. I want to keep fit. What not can you give me? What advice. طيب عندي بالسي وعندي بالاس. دي verb ودي noun. انا عايز ما هي النصيحة او النصائح. يبقى advice ديت ينصح. عبد التواب يوسف studied not science at Cairo University. يبقى political science. reading. A good teacher should not his lessons well, should prepare. يجهز او يحضر. When I have a problem, I always not my father's advice. I'll always ask, يطلب. Our teacher asked us to
to not a survey conduct a survey أو do a survey الاثنين بيجوا بنفس المعنى يقوم بإجراء survey يعني استبيان many people have grown grow up ينمو أو يكبر in 1945 he started studying not science قلنا political science علوم سياسية عبد الوهاب يوسف set not the children's culture association set up يؤسس أو يرسخ people have translated his books into many languages not English, French and Chinese including عبد الوهاب يوسف died in 2015 aged عن عمر عبد الوهاب يوسف's book have not a children for many years have influenced ألهمت my father said that his teacher was very not my father couldn't talk in his lessons يبقى هو كان strict صارم أو حازم نبينا نقط her grandchildren she always gives them lots of food and presents يبقى spoils بيدلع the school secretary is not for sending emails responsible for مسؤول عن this film is very not I would prefer to watch something that will make us laugh يبقى هو serious هو جد هو عايز يتفرج على حاجة بتضحك many people have grown up on a verb ing reading when he was a child he loved to read not books children's محتاجة apostrophe s ملكية كتب الأطفال not he became famous in Egypt people have translated يبقى since they not in Luxor since 2015 احنا دخلنا جرامر فركز بقى معايا قوي 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 زي not in Luxor since 2015 since يبقى have or has التصريف التالي I can't phone my parents because I have lost can't يبقى have it's two weeks not we last met past symbol will expression زود it's مدة since past symbol This is the most interesting book I have not read the SFST ever. Oh, why not my passport? What should I do? جملة بلا تحديد زمن معين يبقى have or has تصريف تام. عادل hasn't contacted me since اللي يجي بعدها مهمة جدا past simple left. I've never not to zoo before. أنا واقف قدامك فلو رحت أو ما رحتش هبقى رحت وجيت يبقى been. My cousin has lived abroad not his childhood وقت محدد يبقى since Bilal is not here he not to the dentist مش هنا وراح للدكتور يبقى راح وما جاش يبقى has gone to Nothing like this has nothing قلنا يبقى ever We haven't traveled by train not years مش عارف أولها إمتى يبقى for أحمد not his leg so he can't خلاص has hurt حفظنا ليلى isn't here she has not gone out ليلى مش هنا يبقى هي خرجت ever مش نافع never مستحيل في المعنى for مفيش فترة ومد يبقى just هي لسه خارجة you can't talk to طارق because he not out مش تقدر تكلم طارق خلاص has just gone عاش always nervous because she not a talk ولا متوترة عشان عمرها never طب never بس لا have or has never given I haven't seen the new adventure film في نفي يبقى يت آخر الجملة المنفية أحمد لوت لندن he's going to return to Cairo next week هيرجع يبقى هو راح ولسه ما جاش يبقى has gone طب ما في has gone اهي لا بقى أنا has gone to ذهب إلى Karim has been really good at English, not he went to England on holiday last summer. يبقى since past symbol وقبلها have or has التصريف الثالث. All the cakes in the tube, not by my aunt. She works there. يبقى ها. عندي ممكن حد يقول لي made ممكن حد يقول have been made. طب نقرا الجملة. All the cakes in the tube. كل الكيكة اللي في المحل ده. Have been made by my aunt. She works there. اتعملت بواسطة مامتي. ولا المعمولة بواسطة خالتي أو عمتي. لا ما ينفعش made. يبقى have been made.
Our house not decorated yet. طيب hasn't ولا hasn't been؟ لو hasn't decorated معناها لسه ما زينش. هو البيت هيزين نفسه؟ لا، يبقى hasn't been decorated yet. وده كده سند بس في كده بيلعب معاك. Jane is on holiday. هي not to Italy. جين في أجازة، راح لإيطاليا. فهو راح ولسه ما جاش، يبقى has gone. تمام. Tom not out. He will be back. لسه هيرجع. قلنا has gone. Are you going to the bank? No, I have already not to the bank. أنا رحت ورجعت خلاص، يبقى have already been. It's the first time he not a car. دي أول مرة يركب، يبقى he has driven the city. We have been friends not ages. عارف أولهم؟ لا. Four. She has lived in London not the last few years. برضو four. How long is it? Not you last so past simple since. على طول. I not a lot of people in the last few days. I have met. ما قلتليش امتى بالظبط، قلتلي في الايام الاخيره كلها. I'm hungry. I haven't eaten anything. Not a breakfast. من ساعة الفطار، يبقى منذ الافطار. Not Christmas. منذ الكريسماس. But since there are not girls in population in Egypt in the last 10 years. There has been. تمام. The last time I saw her, not we were in Paris. The last time I saw past simple. We were past simple. طب since ولا when؟ ها ركز بقى معايا شوية. آخر مرة أنا شفتها فيها كانت في باريس. منذ أن كانت ولا لما كنا في باريس؟ when we were in Paris. لو هنا have seen كنا خدنا since. I haven't written stories not as long as I can remember. As long as for. They not each other for a long time. They have known. ولا not her key. She can't get into the house. Can't على طول. Has lost. Hasn't not a lot of work today. يبقى has done. I know golf when I saw. When I was on holiday last summer, I خد بالك دي وين؟ تقوليش haven't. لا I didn't play. Past simple past simple زي في السؤال اللي فوق. The Chinese not printing. قالك امتى؟ لا have invited. It not ages since we visited. يبقى it has been ages. مرات. The last time I not sahar was 2 years ago. The last time I saw. ركزوا كويس وانتوا بتحلوا، واقروا السؤال كويس جدا، وخدوا بالكم لو في keyword علشان هي ديت اللي ممكن تشقلب لك الجملة زي ما عملنا في الجملتين الاخر. تمام، خد بالك وموضوع سهل، انت بس تركز وان شاء الله كله خير. and thanks. وبكده نكون خلصنا النهاردة شرح يونت 2 كاملة، سواء جرامر وقلناها البريزنت بيرفكت او الفوكاب بتاع اليونت ديت. اتمنى ان شاء الله تكون فهمت ويكون الشرح كان بسيط. لو عندك اي استفسار او اي سؤال يخص اليونت دوت او اي يونت في الانجليش عندك، ابعتولي في كومنت، سيبولي في كومنت، وانا ان شاء الله هنزل فيديوهات على اليونتس كلها والمنهج كله بإذن الله. وما تقلقش من أي حاجة، الموضوع سهل وبسيط وإن شاء الله قد أي امتحان. Thank you.